أهلا بيكم في الموسم الثاني من الطريق إلى المسرح. عمرنا ما كنا بنفكر زي الباقي، كله بيدور على الطريق السهل بس مفيش، وكله عايز يروح الجنة بس محدش عايز يموت. تعالى تعالى عليا بوشك كده. سويتش صندلي ينرى من بقى عم درامي. سويتش 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 سويتش. اهم شيء النهارده احسن شكل ليها. رجل. ايوه. بس يا باشا انت جاهز. قلت شباب انا صحيت النهارده وزني اقل من وزن امبارح ب 200 جرام، ودي حاجه انت شايف هي ايه يا كابتن سيف الضهر؟ انا شايف ان انت دراير عن امبارح والناس تحفه. فانا فعلا حاسس بده، دي تقريبا اول مره عضلات بطني يبقى شكلها كده، اللي هو حاسس الجلد، فاهم؟ اللي هو خلاص ما كنتش حاسس ان ده كده امبارح. فدي كلها حاجات حلوه، وانا اللي هو فكرة ان انا بعد كذا يوم كاربز وزني اللي مش يزيد دي يعني كده بالنسبة لي بيرفكت. بس دخلت الحمام مثلا بالليل بتاع 8 مرات، وبتخش يا جدعان الحمام مؤلم، لو انت بتحس ان انت يعني بتصفى حرفيا. بس دي حاجة كويسة، وطبعا 10 لتر المية ده رقم كبير قوي. فدي كده التشيكنز بتاعة الصبح. دلوقتي انا عندي 30 دقيقة من الكارديو، وبعد كده هناخدكوا في اليوم ونشوف الدنيا عاملة ازاي. مش ممنوع الزبادي ومنتجات الالبان دي قبل البطوله بيوم ولا ايه؟ خبر شباب، نحاول كده نعمل حاجه النهارده ملهاش علاقه بالاكل يعني، فدعواتكم في قبلها بقى كده. انا هجرب البتاع ده، هو ده ايسلندك يوجرت. ايه ده؟ مش جريك يوجرت، يعني من ايسلندا. البتاعه دي المفروض فيها 40 جرام بروتين، وكل 100 جرام فيهم 10 جرام بروتين، زيرو فات و3 كارب، يعني دي 400 جرام. ايه ده 10 جرامز اوف بروتين، 2 جرام واي و8 جرام كاسين. ايه ده؟ يعني ده معمول بالمكمل. فانا ممكن كده اخد بتاع ايه مثلا 200 جرام 200 جرام 200 250 ده شويه سكر دايت كده، لزوم ان هو ما يبقاش مر او مزز، معرفش. بس حلو التيشيرت ده. انت شفت ظهره صحيح؟ حصل. تعرف المشكله ايه؟ ان الناس
اللي مش عامله فولو على انستجرام هتبقى اول مره تشوف الحاجه اللي على الظهر دي. هم محتاجين يعملوا فولو للبيج دي. محتاجين البيج دي او دي يعني فاهم. شوف بقى انت. تعالوا شباب نجرب هو الصراحه يعني كريم. احنا ساعات حتى الجريك يوجرت اللي في مصر تلاقيه صايص صايص قالب. تحسهم قالب على لبن رايب. يا والله تمام كريمه. اه لا حلو جدا فعلا قوامه مظبوط. اه بص ومع السكر الدايت خلاص ما بقتش محتاج حاجه. بس كده يا شباب هناكل ده ويا مسهل بقى في اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. يا شباب احنا دخلنا كده على جوجل مابس وقلنا احنا عايزين صحراء كده حلوه او مكان حلو. فاحنا دلوقتي في حته اسمها القدره. الناس مش شايفه حاجه خالص. فاحنا كده يا شباب يعني احاولها. انت شفتوا حاجه كده ببساطه؟ القدره دي زي ما انتم شايفين طريق فاضي جدا وعلى الصحراء على اليمين وبتاع. المفروض ان انت تقدر تخش بالعربيه وفي ناس هنا بتقف رود وبتاع. فاحنا هنعمل لكم حاجه علشان ما يبقاش دبي والعربيه دي عدت على الفاضي. فاحنا هنعمل ايه يا كابتن سيف الضوي؟ هنعمل ايه بعد 3 2 1 دلوقتي شباب احنا رجعنا واستحمينا. والسبب اللي خلانا نستحمل يعني كنا مبهدلين رملة. بس خلينا الاول في الوجبة دي وبعد كده اقعد انا وكابتن سيف الضوء ندردش معاكم كده ونقول لكم ايه اللي حصل لنا. عشان هي كل تحضيرة لازم يحصل فيها ايفنت كده. المهم يا شباب انا لحد دلوقتي الماكروس بتاعتي المفروض النهاردة بي اس ام اف. ودي حاجة ممكن تبقى غريبة جدا بالنسبة لناس كتير. ثواني. وسبب ده لان معظم الناس الوقت قبل البطوله هي بتحمل 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 لحد اخر يوم. اللي انا عملته هو ان احنا حملنا قبل البطوله بشويه وصحيت النهارده زي ما انتم شفتوا في التشيكنز شكلي حلو وشكلي فل. فهنحاول ان احنا نهولد الكونديشن ده او ان احنا نمسك الكونديشن ده. ما نقعدش نزود اكتر في الكاربس في الكاربس عشان ما يحصلش حاجه اسمها اوفر سبيلنج. وده ببساطه شباب بيحصل لما انت تفضل تاكل كارب كتير في فتره التحميل لدرجه ان انت مخازن الجلايكوجين بتاعتك بتتملي على الاخر ويبدا ان هو يطلع براها فيخزن لك ميه تحت الجلد. ودي حاجه احنا مش عايزين نعملها. احنا عايزين نفضل تايت. فالمفروض النهارده بي اس ام اف. بس البي اس ام اف ده يعني شبه البي اس ام اف بس اللي هو 50 جرام كارب تقريبا جايين من الخضار 215 جرام من البروتين. بس الفرق هو ان احنا زودنا الفات. انا في الايام البي اس ام اف العاديه كنت باكل 35 جرام فات. النهارده هاكل 50 جرام فات. وده السبب اللي خلانا جبنا البيض امبارح. اللي انا هعمله يا شباب بقى دلوقتي هو ان انا هاخد الطبق ده من الفراخ هبدا ان انا اسويه واعمل معاه 3 بيضات تقريبا. وعندنا هنا شويه خيار وشويه خس برده هغسلهم واظبطهم واحطهم في الطبق هنا ننقنق فيهم واحنا بنعمل. فيلا بينا. البيض ارهق شويه. ازاي يا شباب؟ عايز اقول لكم بعد ما رشيت سبراي الزبده وبصوا البتاع عملت ازاي. فالحمد لله البتاع ده كان معانا. انا حاولت اعمل كل التكنيكس المطلوبه علشان ما تلزقش. بس يلا هي ما لزقتش. اتحرقت سيكه بس قشطه. عندنا هنا عندنا الفراخ هنا صح؟ اه الفراخ دي الفراخ شغال. بس المشكله يا جدعان كل حاجه هنا حديد. الواحد بيمسك الحاجه بالعافيه. الفراخ فايده النهارده مش مزودين. ممكن احط الصراحه عليه شويه كاتشب. هو اللي بالجارليك ده يمشي برضه. اتحرك على النار نظبط الخضار ونجيب. فين البيضه يا كابتن سيف ده؟ هي فين صحيح؟ صراحه كنت جعان يا جدعان. هم الثلاث بيضات دول كلتهم وغريبا الحروقه دي كانت مخليها طعمه حلو. او انا اللي جعان بزياده. مقرمشه شويه. اه صراحه محمر شويه. هناخد يا شباب من الفراخ دي 200 جرام. ال 200 جرام وبرضه نحط عليهم ايه؟ شوية اشياء عشان طعم. والله انا الود ودي كنت اقطع دول واحط الاثنين على بعض. بس زي ما انتم شايفين الخصاية دي انا غالبا هلتهمها مع شوية الفراخ دول. ودي يا شباب هتبقى يعتبر خلينا نقول تاني وجبه لان كل اللي انا اكلته هم ال 200 جرام بتوع الزبادي دول. ف
فبس انا هاكل دي وهاكل دول وهشرب ميه نظبط الدنيا. كابتن سيف الضوء هيخش ياخد دوش وبعد كده نقعد نتكلم معاكم. زي العتبه كده ايه يا باشا فلوجات معانا. معانا الشباب هنا موجوده والشباب المصريين دايما رافعين راسهم. انتوا عارفين طبعا الراجل ده لابس اوف لابس اوف اوف جدا. هنعمل ايه يا كابتن عبد الرحمن دلوقتي احنا والشباب؟ ميتنج او اللي هو الاجتماع بتاع اللعيبه. المفروض ان احنا هنخش هنعرف هنلعب امتى. في نفس الوقت هيوزنونا. هيوزنونا الساعه 6 وربع بالليل دي حقيقه. بس قشطه انا وزنت قبل ما اجي اقل من الصبح ب 300 جرام تقريبا. وانا واكل كنت قبلها وجبه وشارب ميه. فانا كده كده بالنسبه لي الميزان اصلا مش فارق لان الكلاس اللي انا هلعب فيه من 68 ل 74 وانا اصلا 70 كيلو او 69 وشويه. فاهم كده كده مش فارق. هنشوف هنعرف نصور ولا الميزان برضو ولا ميزان الساعه 7. لا هو الميزان في نفس الوقت. هات لي ميتنج والميزان. والميزان غريب قوي كابتن عبد الرحمن ليه الميزان بالليل؟ والله ما اعرف. هو بيقول لك كنا لازم نعمل الميزان بعد البوليجراف فما لقيناش غير المعدة. فاهم هنعمل ايه؟ هنشوف بس هنعرف هنصور ولا هنعمل ايه الدنيا لان الدنيا زحمه باشا. ونشوف كده جوه. طب انا هستسمعك بحاجه بس. حط ايدك على الكاميرا يا كابتن مسعود. انا جاي عشان كده. كم رقم الحظ؟ 90. Which means there's no weight cutoffs. Okay, every class is going to have the same number of athletes. كل كلاس هتقسم نفس عدد الاثليت نفسهم او المتسابقين. اوكي. بوزنج هتكون في الجايزة بتاعة كل كلاس. The winner of each class in open gets the pro card. الفايز هياخد. بس يا شباب كده خلصنا. الساعة دلوقتي 7:30 يعتبر فاهم ما عرفتش حاجة. يعني هو اللي أنا عملته إن أنا وزنت. بس اللي هيحصل بقى إن هم على الساعة 9:10 بالليل هيبعتوا يقولوا لنا الويت كلاس ايه لان هم هيقسموا الويت كلاسز او الاوزان بناء على عدد اللعيبه مش بناء على مين تحت ايه. يعني مفيش وزن هيتقطع لان بيقول لك عايزين الويت كلاسز تبقى ايكول لبعض من ناحيه العدد. بس هنطلع طلع كده على كارفور علشان حصل تغيير في الخطه والنهارده مش بي اس ام اف بس هنقول لكم لما نجيب لكم. طيب يا شباب زي ما قلت لكم ان حصل تغيير في الخطه. كنا المفروض ان احنا هنبقى ماشيين على بي اس ام اف النهارده بس بشويه فات عالي. بس لما الكوتش شاف الصور الصبح قال لي لا احنا مش عايزين ان احنا ما نبقاش بناكل الكاربز على مدار اليوم. هناكل اقل حاجه كنا بناكلها في ريفيدز اللي هي ببساطه 125 جرام من الكارب وهنسيب الفات عالي زي ما هو 50 جرام. فببساطه احنا رحنا جبنا حاجات للنهارده بقيه اليوم ولبكره قبل الشو. فانا جبت عندنا هنا فراخ اللي احنا كنا بنستعملها نفس التتبيله وكان في ما كانش فيه غير دول فروحنا واخدين دي ميديترينيان. يعني تتبيله مختلفه بس دي احتياطي فهنستعمل دي. ورايس كيكس احتياطي برده هو دي بالملح والخل دي الوحيده اللي كانت موجوده. وجبنا شوفان وهقول لكم ليه بكره. وبطاطسايتين عشان برده للنهارده. ويا شباب عندنا اناناس طبعا كميات مش كل ده هيتاكل. وعندنا عصير رمان وهقول لكم ليه بكره. عندنا شوكولاته وهقول لكم ليه بكره. بس غالبا يا كابتن عبد الرحمن الناس عارفه ليه عصير الرمان. هي الناس عارفه ليه. الشباب اللي البولفويه عارفه. الشباب اللي البولفويه عارفه ليه عصير الرمان. فبس كده يا شباب ببساطه. وعامه اليوم طول عما احنا كنا متوقعين تقريبا 10 مرات. فيعني الساعه اصلا دلوقتي 9 وانا لسه تقريبا ما اكلتش اي كارب. بس قشط عادي يعني ما حصلش حاجه. بس كده يا شباب انا هبدا اطبخ بقى واظبط الحاجه وبعد كده اوريكم انا هاكل ايه. فراخ قربت اهي. دلوقتي يا شباب انا اكتشفت ان كان في شويه بطاطس في الحله بس طلعوا 100 جرام. وانا صراحه عمال افكر الموضوع مستاهل ان انا اقشر واغسل واسلق واستنى الميه تغلي وبتاع
ولا ناكل من رايس كيكس؟ وشكلي كده بفكر ان انا فعلا ناكل من رايس كيكس، لان الصراحه ما فيهاش قول ان انا استنى المايه تغلي علشان نعمل البطاطسايتين دول. فخليهم بقى. وكمان الفكره ان ايه، يعني في 100 جرام وانا مش عايز غير 300، فمش عارف اعمل نص بطاطسايه، حاسس الموضوع ملوش لازمه. هنشوف كده دلوقتي يا شباب. احنا هو عندنا 200 جرام من الفراخ و 100 جرام من البطاطس. هخلص دول وبعد كده اقعد امخمخ كده واشوف انا هاكل ايه في الباقي. تعالوا لي خلاص يا عم، عرفت انك اورجانيك عشان بيجي جايبين لي البيب ريشو. ايه ده؟ الكاتشب اللي بالتوم ده انا هعتمده اعتماد غير طبيعي لما نرجع مصر بجد. بيخلي كل حاجه، التوم بيخلي كل حاجه طعمها احلى، ف جامد قوي. ده يا شباب عندنا كده طبق فاكهه محترم. عندنا 250 جرام من الاناناس و350 جرام من الكنتالوب. وكده شباب يبقى احنا دخلنا الكارب بتاعنا من كذا مصدر، مصادر كارب نشويه وفاكهه وشويه خضار عشان الفايبرز والكلام ده كله والالياف. وده كده تقريبا خلاص، كده خلصت الاكل بتاعي. 50 جرام فات، 125 كارب تقريبا، 225 جرام بروتين تقريبا. ف ده اليوم ده يا شباب كان اصلا المفروض كان يبقى بي اس ام اف، بس احنا كنا حاطينه في البلان ان هو يبقى بي اس ام اف على حسب الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. يعني انا كنت ماشي بي اس ام ان انا خلاص همشي بي اس ام اف لحد شكلي النهارده الصبح، شكلي حلو، الدنيا تمام، الدنيا بتتايتن اب، الشكل بيتحسن، بس في نفس الوقت لو انا مش فول جدا، لا انا في لسه مجال ان انا اكل شويه كارب. وحتى زي ما انتم شايفين 125 130 جرام كارب ده اصلا مش رقم كبير. وزي برضو ما انتم شفتوا يا شباب اللودنج بتاعي زي ما قلت لكم هيبقى لودنج غريب. كنا بادئين بشكل بسيط 170 كارب، بعد كده 270 230، ونشوف الجسم بيتقبل الدنيا ازاي. جربت انا اكل 500 جرام كارب مره واحده في اليوم، جربت حاجات كتير، وكان الدنيا اللي هو انا عارف ده مش بينفع معايا. لحد يقول لي ايه ده انت بتاكل قليل قوي، انا عارف جسمي بيمشي ازاي، وانا عارف ان انا لو كنت كلت بقى 500 جرام كارب والكلام ده كله كانت الدنيا هتبوظ. ليه؟ ان انا جربت وشفت جسمي اوفر سبيلد وشفت جسمي ناشف. خلاص بقينا عارفين الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، ويا مسهل ان شاء الله الدنيا تمشي بسلاسه زي ما بيحصل كل يوم، ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي بكره الصبح. بكره الصبح ده اللي هو يوم البطوله، هنصحى بدري والدنيا هتتظبط. بس دي اخر حاجه انا هاكلها وخلاص. يعني حرفيا احنا مفيش حاجه في ايدينا نعملها، وانا الحمد لله الدنيا هاديه جدا معايا وما عنديش اي مشاكل. لو في بطوله بكره الصبح بس قشطه، مفيش اي حاجه. ليه؟ لان انا مش حاطط توقعات على اي حاجه خالص، فانا شايف ان انا عملت اللي عليا، وانا بيني وبين نفسي انا مبسوط باللي انا عملته. فخلاص يعني حرفيا المركز، وان انا اجيب اول، وان انا اجيب مش عارف فين، وان انا مش عارف ايه، دي كلها حاجات مش بدايه، دي كلها حاجات يعني كلها حرفيا على حسب مين هيجي الشو والدنيا هتبقى عامله ازاي. انا ممكن اخش الشو ده اجيب اول، اخش الشو ده بشو تاني بنفس الجسم بنفس الكونديشننج بنفس كل حاجه اجيب اخير. فهي على حسب مين هيبقى موجود في اللاين اب، الدنيا هتبقى عامله ازاي. كل ده نصيب وكل ده انا سايبه على ربنا، بس انا بيني وبين نفسي انا عملت اللي عليا والدنيا كده زي الفل. وبس كده يا شباب، كده يكون الفلوج بتاع الون داي اوت خلاص خلص، وعارفين ان فاضل ساعات على البطوله. فدعواتكم يا شباب، انا عارف ان انتوا هتشوفوا الفيديو ده بعد ما البطوله تكون خلصت، بس يلا مش مشكله عشان يعني يبقى في الجو برضو. بس فيا رب يا مسهل
عملنا اللي علينا والباقي من عند ربنا، ربنا يسهلها. بس كده شباب انا هخش انام عشان هنصحى بدري نظبط الدنيا، وهنقابلكم في البطوله. كان معكم عبد الرحمن وسيف من ايفولف. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو ده، الموضوع هيفرق معانا جدا. ما تنساش انت تعمل سبسكرايب لو انت اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتنا، وتشغل جرس النوتيفيكيشنز علشان يجيلك الفيديوهات بتاعتنا اول باول. وما تنسوش يا شباب يوم 16/9، اليوم ده مهم جدا جدا جدا، وده كمان هيكون معاد نزول الفيديو بتاع البطوله. اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.